في مدينة لم يعرف الاستسلام طريقا إليها، تعج بالحياة والأمل، وأمام كل باب أغلقته الحرب وكل مخرج ضيقته الأزمات المتعاقبة، يبني أبناء عدن جسورا للحياة ويشقون طرقا متعددة لتوفير فرص عمل وكسب الرزق، يتحدون بذلك الفقر وينقذون أنفسهم من البطالة التي باتت داء مزمنا يصعب على الحكومة إيجاد حل للقضاء عليها. وهي موهبة ومن زمان، يعني بس دحين بفضل الدكتورة كلثوم والاتحاد قدرنا يعني نبرزها الموهبة حقنا وقدر نستفيد منها. هنا يقام المهرجان السنوي التجاري السادس، حيث يلتقي فيه أصحاب المشاريع الصغيرة ليعلنوا انطلاقهم ويشهروا مشاريعهم الصغيرة التي يأملون بأن تكبر يوما بعد يوم. أتمنى أنه مشروعي يكبر وأكون كبيرة إن شاء الله، أكبر بإذن الله ويكون معي محل بدل البسطة وهكذا بإذن الله. من يقف في منتصف الطريق يتخطاه الآخرون، يقول حال هؤلاء الذين أطلقوا طموحهم ورغم التحديات والمعوقات التي واجهتهم، إلا أن الإصرار والرغبة الصادقة في العمل منحتهم القوة للاستمرار ودفعتهم للأمام. هو يبدأ يعني هو صحنا بيجيك بيقول لك، أنا مثلا الحين مشروعي أفكر فيه لي 3 سنوات، وفي يوم وليلة سبحان الله انطلق في يوم وليلة، قلت بسم الله وتوكلت على الله، بدأت برأس مال بسيط والحمد لله. يمر الوقت على المحبط وعلى المجتهد، والحياة تتنفس بأمل وعمل، وما كان بالأمس حلما بالمثابرة أصبح اليوم واقعا ملموسا. حنين جمال، بلقيس، عدن.